واحدة من السلبيات اللي راح نشهدها الموضوع القبلي العشائري اللي راح يتركز بقضية الدوائر الانتخابية. مرة أني ممثل عن محافظة بأسرها، يجيني أبو الشمال أبو الدائرة الجنوبية وأبو الجمالية والوسطى والمركز، وأني نائب عن الجميع. ومرة أني أصبح محصور بهذا المكان بالعشيرة الفلانية بالمنطقة الفلانية، وهنا تجذرت عندي القبلية العشائرية البحتة. لذلك أنا أعتقد من المنصف أن أكون أنا ممثلة عن دائرة كاملة، وهذا مهم جدا تكون المنافسة على مستوى المحافظة. هذا الموقف أرمى بظلاله على المواطن في الأيام القادمة، راح يكون هذا الشيء موجود وبعدين راح يلمس. لكن اليوم من الشرع القانون كنا احنا في فترة حرجة وكان الوضع يختلف، انت تعرف موضوع انتخابات مبكرة ومشاكل هذا الأمر. حتى نعبر قصة هذا القانون ونتحدث بشكل عام، هسه الدائرة الإعلامية صدرت بيان طبعا بالمناسبة، نعم، انه باكر جلستكم الساعة 3 بعد الظهر، يعني مو بالوحدة. لا مو بالوحدة، كل زين قلتنا التورة الظهر برلمانات الصبح بالعشرة ليش ورا الظهر؟ يعني حتى نكمل دورنا الرقابي على دوائر على الوزارات. هو جيدة، هذه إيجابية. لا لا. زين إيجابية زين. ها إيجابية، يعني تفترون على الوزارات؟ يعني أكو عندنا دور رقابي يجب أن يمارس. تروح تراقبون الوزارات مو مهمتكم هاي؟ لا، اليوم أنا أعتقد أنه أكو خلل. مهمتكم إحنا انتخبناكم حتى تحضرون الجلسات، حتى تشرعون قوانين وتراقبون بس واقعاً آليات واقعاً. بس مو تروح أكو أنت تأثر. أكو تأثر مؤسسات في موقف الوزارة. هي تراقب. لا بس اسمح لي، أكو تأثر في موقف الوزارات وإدائها. أكو جهات تنفيذية يعني مرات تراقب. أنت تحتاج أنه تجيك شكوى على وكالة معينة، على قسم معين في وزارة معينة، وبالتالي أنت يعني تكون مضطر أن تروح تمارس الموقف بنفسك يعني، وتوصل حتى أكو فت خطأ يصحح مباشر، وهذا كله طبعا يعني مظلومية أنت تشوفها بعينك على عاتق يعني المواطنين. القاضي من يحكم على 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 شخص بالإعدام لأنه مجرم، مو هو ينفذ الإعدام ولا الشرطة اللي واقفين، أكو جهات أخرى تنفيذية تنفذ الإعدام. بمعنى دوركم الرقابي إلى آليات معينة، وأكو جهات تنفيذية تراقب على الأرض، ممكن تخاطبون الجهات التنفيذية وتكون على تواصل معها. يعني صح؟ أنا أعتقد أنه التفرد بالرأي اللي حدث مؤخرا من أغلب الكابينات الوزارية، وهذا الأمر واضح. أنا سبق أنه صرحت إحنا مو ما نقدر نستجوب وزير، إحنا ما قدرنا نستضيف وزير واحد. استضاف الوزير من تقول له تعال أنت مستضاف في مجلس النواب، ما يجي، متفرد برأيه ورأي الكتلة السياسية والجهة السياسية اللي تاعته، ولا كأنه هو ولد من رحم المجلس، ولا كأنه هو أساسا يعني لو ما قرار مجلس النواب ما يصير وزير. لكن من كان يريد يصير وزير وكان يتصل بالنواب فرد فرد ويتصل بكتلهم السياسية ويعرض نفسه ويسوق قضيته، كان هذا الأمر مباح.